فكرة ليش نحن متواجدين هون مع العالم لنوصل للدار بعدين، إنه نحن عم نقرب عم ننشر الفرح، بس الفرح بهدف. يعني نحن الشعب السوري اللي عانى من السنين، إذا بستغل الفرح والطاقة الإيجابية بالنهاية نساعد ناس تانية هن بحاجة لنا، خلينا نعيش بهالجو هاد، يعني إنه نكون ماسكين إيدين بعض كلياتنا، كل واحد منتو بمكانكم، فنانين مكانهم، نحن كمبادرة إنسانية مكانها، موسيقيين رائعين الرائعين اللي حيكونوا معنا كمان من مكانهم. هالتشبيكة الحلوة هاد بنتيجة إنسانية حلوة، بتخيل هذا بيكون شيء إيجابي لنا كلنا. هنا لنا واحد وهنا لنا اثنين اللي هي نتذكر. تميزنا بأنه عم نقيم فعاليات مصغرة يلي منسميها الميني إيفنتس، وهذه الفعاليات المصغرة هي عم نجيب فيها ناس يغنوا. هذيك المرة جبنا ناس غنوا أغاني وطنية مثل حلوة يا بلدي، ومثل ما لكم شايفين هالمرة فرقة كمان عم تعمل أغاني ظريفة. في عنا هون مثل ما لنا شايفين المواد الترويجية البروموشنال آيتمز، كمان عم يتم بيعها بغرض جمع ريع سيعود بالكامل لعمال اخوتنا بالمواطنه، عمال النظافه والكهرباء والاسعاف والاطفاء والمياه في محافظات. الصعيد الفني مهم انه انت تشاركي بهي الازمه او الدعم يكون عن طريق الشيء اللي انت بتعمليه بحياتك اللي هو الفن، وطبعا بوجود قامه كبيره الاستاذ سوريد لحام كثير، يعني كان الحفل على مستوى فني عالي، هذا رقم واحد. رقم اثنين التبرعات اللي انجمعت كنا شاهدين عليها كيف عم تتوزع، والأهمية كمان انه استهدفوا يعني قطاع عمال نظافة، موظفين الكهرباء، كل هدول الناس اللي هنا تصاوبوا أثناء الحرب. ذائقة فنية منيحة وكويسة، سواء كان الحفلات بهي الأماكن شوي هيك غريب، نحن اليوم قاعدين بمكان هيك الناس بتردادوا طبعا لينبسطوا يشتروا شيء وكذا، وهي ولا حفلات بدار الأوبرا، أكيد هي الموسيقى هي بتخيل، هي من أحلى الشغلات بين الشيء الروحاني والشيء الإنساني. حيشتروا هالشغلات هي بالاخير، يعني هن عملوا شغلتين، منه انه اشتروا شغلات هي لالون بيستعملوها بشكل تقريبا يومي، وبنفس الوقت هي لها هدف انساني يلي هو رح يعود الريع كله لاشخاص نحن ما تذكرناهم كثير بوقت الازمه، اشخاص هن كثير كانوا مهمش عنهم، هن الرجال الاطفاء والاسعاف. عن جد شيء كثير حلو، الله يوفقكم، واكيد هنا لنا. هنا لنا وسوريا لنا. هنا لنا، اكيد هنا لنا. هنا لنا واكيد احباب يا بلدي.